افتتح الجمع العام لمؤسسة الأعمال الاجتماعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. في البداية لا بد من الترحيب بضيوفنا الكرام، رأسهم السيد المدير العام للضمان الاجتماعي، السيد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الضيوف الكرام أعضاء الجمع العام، مرحبا بكم في هذا الجمع، أول اجتماع لجمعية الأعمال الاجتماعية. أولا يشرفني أن أحضر معكم افتتاح هذا الجمع العام الذي يعقد بعد إنهاء مسلسل انتخاب ممثلي المستخدمين في هياكل جمعية الأعمال الاجتماعية، وكذا انتخاب ممثلي المستخدمين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء. فهذا الدور اللي عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعزز من بعد الخطاب ديال صاحب الجلالة نصره الله، اللي يمكن لنا نقولوا بأن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي غادي يكون القاطرة ديال هذا المشروع المهيكل لبلادنا في ميدان الضمان الاجتماعي، من خلال المحاور اللي تضمنها القانون الإطاري. فإذا على الإخوان ديالنا مسؤوليات كبيرة من أجل تحقيق ومواكبة هذا الورش الاجتماعي في المصلحة ديال البلاد ديالنا. اليوم في هذا اللقاء هذا ديال الجمع العام ديال هذه الجمعيه هذه اللي كينعقد اليوم 4 يوليو 2021، واللي تميز بالحضور المتميز ديال المدير العام ديال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذا الامين العام ديال الاتحاد المغربي للشغل. لقد تم اليوم عقد الجمع العام لجمعية الأعمال الاجتماعية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بحضور السيد حسن بوبريك المدير العام للصندوق الوطني الاجتماعي، وكذلك السيد الأمين العام الاتحاد المغربي للشغل السيد ميرودي مخاريق. هذا الجمع يأتي في ظروف عالمية ووطنية استثنائية، ألا وهي جائحة كوفيد التي حالت دون عقده السنة الماضية، وأبت الجمعية إلا أن تسهر على تنظيم وإنجاح هذا الجمع هذه السنة. في البداية كنبغي نهني نفوسنا على النجاح ديال هذا العرس الاجتماعي، يعني هذا النجاح اللي تم اليوم بامتياز طيلة هذا اليوم اللي تم فيه يعني انتخاب الهياكل ديال جمعية الأعمال الاجتماعية، لا من المجلس الإداري ولا المكتب المصير للجمعية. نهنئ السيد الرئيس، أهنئ جميع أعضاء المكتب المسير الذي تم يعني تم اختيارهم او تم انتخابهم يعني بكل ديمقراطيه وشفافيه امام الجمع العام. الجمعيه الاعمال الاجتماعيه يعني هذه انا عضو فيها، يعني كنمثل النسبه ديال المتقاعدين. الحمد لله هذه الجمعيه اللي احنا ترعرعنا فيها اكثر من 40 سنه. وفي هذا الصدد تلعب جمعيه الاعمال الاجتماعيه دورا اساسيا في توطيد العلاقات بين الاطر والمستخدمين، وتوفير الراحة النفسية والجسدية لكافة المستخدمين من خلال الأنشطة الرياضية والترفيهية والثقافية التي تقدمها لهم. السيدات والسادة أعضاء الجمع العام لجمعية الأعمال الاجتماعية، إن تحقيق هذه الأهداف يتطلب من الجمعية الرفع من جودة الخدمات المقدمة للأطر والمستخدمين وتنويعها بشكل يتوافق مع مختلف الفئات العمرية والإدارية، ولن يتأتى هذا إلا بنهج حكامة جيدة تنبني على الشفافية وعلى عصرنة التسيير لمواكبة التطورات التي تشهدها مؤسستنا في هذا المجال. فنحن في المنظمة ديالنا كنفتخروا أن إخواننا كيتمتعوا بواحد التغطية صحية لائقة من خلال التعاضدية ديالهم اللي هي لاماس. C'est le départ à la retraite du personnel CNSS mis à la disposition de l'association du droit social. On a été obligé de le remplacer. Donc le personnel, au lieu d'être payé par CNSS, il est maintenant payé par l'association. هذا اللقاء هذا كان مناسبة
المصادقة على التقرير الأدبي وتقرير المالي للجمعية بحضور خلاص في المصادقة على تقارير الجوج. كان حاضر الخبير اللي كان تكلف بلا سيرتيفيكاسيون ديال لي كونت ديال الجمعية، وفي الأخير تم المصادقة على التقريرين المالي والأدبي بصيغتهما اللي صوبا بدون أي تغيير. هذا جمع رائع داز في جو ديمقراطي اللي تكرست فيه الديمقراطية في أبهى تجلياتها، بحيث حضر المدير العام ديال الصندوق الوطني للطاقة الاجتماعي والسيد رفيق كبير ميلودي مخارق اللي زكى المكان اللي كتحظى بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. الجامع العام مر في ظروف واجواء جد ايجابيه وسلسه، حيث تراس من خلالها السيد عز الدين زكري رئيس الجمعيه الجامع، وقد تم عرض ومناقشه التقريرين الادبي والمالي والمصادقه عليهما، وكذلك تم ايضا انتخاب الاجهزه والهياكل والمصادقه عليهما ايضا بالاجماع. اود ايضا ان أنوه بالحضور الاستثنائي الحضور النسائي والحضور الشبابي في هذه الدورة الذي لا يمكن إلا أن يكون قوة اقتراحية ودفعا لتحسين وتطوير الخدمات التي تقدمها الجمعية. أنا كان عضو كذلك في الجامعة الملكية المغربية لتزحلق ورياضة الجبل حضرت في هذا الجمع بالثقة ديال الجمع، وكنحيو من هذا المنبر جميع المشاركين والمشاركات. والحمد لله هذه التجربة كانت ناجحة جدا، يعني منذ 6 سنوات يعني تقريبا المعدل ديال الناس اللي كيمشيو بين 150 160 حتى 180 واحد 200 واحد في السنة، يعني كتكون على عبر يعني واحد جوج ثلاث رحلات. كاين رحلات كتكون مباشرة إلى الديار المقدسة، وكاين رحلات كتكون سياحية. مع الأسف أنه كنعيشوا الآن في واحد الفترة ديال الجائحة، يعني داك الشيء من عند الله، ما كتبش الله أننا نمشيو في 2020 ولا في 2021. كنتمنوا ربما إن شاء الله يا ربي يرفع علينا هذا البلاء ونعاود نمشيو لديك الديار المقدسة إن شاء الله، ونفرحوا المستخدمين والمستخدمين الضمان الاجتماعي. وهذا الشيء كله داز في ظروف ملائمة، ظروف جيدة تسودها الديمقراطية ويسودها روح الغيرة على المؤسسة ديالنا ديال الضمان الاجتماعي، واللي هذه الجمعية هذه غتساهم بشكل كبير في تطوير الخدمات ديال صندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في توفير ظروف أحسن، ظروف العمل أحسن وتجويدها بالنسبة للموظفين ديال الضمان الاجتماعي اللي عندهم مسؤولية كبيرة ديال إنجاح الورش الملكي الكبير ديال التغطية الصحية والتغطية الاجتماعية لكل المغاربة إن شاء الله بإذن الله. فبالطبع الكل كيتمنى وكيطمح باش تطور هذه الخدمات باش ترفع من المستوى ديالها، وبالطبع باش يكون واحد التدبير كما قال السيد المدير العام كما هو كان محكم شفاف لمصلحة الأجراء ديال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. واللي شرفات على هذه الانتخابات الإدارة بشراكة مع ممثلي الجمعية، مرات الحمد لله في ظروف جد ديمقراطية، ظروف شفافة.